صاد الجنوب، أهلا بكم. اطلع الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اليوم على أوضاع الكلية العسكرية ومعها تأهيل القادة والأركان التابع للقوات البرية الجنوبية. وشدد الزبيدي لدى لقائه قيادة الكلية ممثلة باللواء عبد الكريم الزومحي واللواء محمد بن محمد رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، والعميد الركن علي ردمان قحطان مدير معهد تأهيل القادة والأركان التابع للقوات البرية. شدد على دور الكلية والمعهد في تأهيل وتخريج الضباط والقادة العسكريين وتزويدهم بالخبرات العلمية والمعرفية اللازمة. وفي سياق آخر، اطلع الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم على سير العمل في الهيئة التنفيذية المساعدة بوادي وصحراء حضرموت والهيئات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها. جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد الملك عبد الحافظ رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، حيث استمع منه إلى شرح حول مجمل الأوضاع العامة في الوادي. وشدد الرئيس الزبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب التنظيمية والحضور الفاعل للقيادات المحلية للمجلس بوادي حضرموت وتلمس هموم المواطنين والمساهمة بشكل فاعل في أي أنشطة أو أعمال من شأنها أن تخفف جزءا من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقف مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس أمام مصفوفة السياسات الحكومية للأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وسبل تحسينها. وتطرق الاجتماع إلى المصفوفة الحكومية للوفاء بالالتزامات الاقتصادية والخدمية والتحديات أمام تطوير قطاع الكهرباء والخدمات العامة، كما تناول الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب والاتفاقات الموقعة لتأمين الاحتياجات من القمح. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.